السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق طيور الزينة في قناة نور علي، حياكم الله. اليوم موضوعنا عن الغذاء الصحي لطيور الزينة، خاصة البلبل، وهو أنا عايد الموضوع لكن لأهميته، وخاصة موسم تفريخ أعيده للي يحب يربي الغذاء الصحي هو القبوي. طبعا القبوي غني عن التعريف، هو غذاء جدا صحي للطيور، خاصة البلبل والمينا ودجاج السمان. أنا صار لي سنين أربي صراحة، قبل كنت أشتريه جدا غالي، يعني 100 غرام تقريبا يطلع ب4 دولارات هالشكل، وما يكفي، ما لحق عليهم. فظليت أبحث أبحث قبل 6 سنين أو 7، ظليت أبحث وحصلت معلومات وظليت أنا أربي، صار لي سنين أنا أربيه. فاللي يحب يربيه أنا أعطيه الطريقة، وحتى بالإنترنت موجودة، يعني تشتري لك قباب إذا موجود وتخليه بمكان حار دافي يعني، وكل ما ارتفعت الحرارة، بس مو بالشمس مباشرة، مكان تخزنه ينمو أسرع ويكبر أسرع. ويحتاج 3 عوامل: الغذاء والدفو والظلام، يعني مكان أظلم، لأن أغلب الحشرات نشوفها تعيش تحت الأرض أو تحفر لها مكان تعيش فيه. القبوي يحب الظلام، ما يحب الضوء. القبوي من يكمل شهر يتحول إلى يرقة، من يصير عمره شهر، وقلنا كل ما صار الجو دافي النمو يصير أسرع، يتحول إلى يرقة. مثل هاي اليرقات، هاي اليرقة تحتاج لها 2 أسبوع تقعد وتتحول إلى خنفسانة، مثل هاي الخنافس السوداء. البعض يقول أنا أجيب خنافس من أي شيء، من أي مكان بالعراق، ممكن تتحول يصير تولد قبي. لا ما تولد، لأن هو القبي هو يتحول إلى يرقة وتالي خنفسانة، يعني مو أي خنفسانة تجيبها تفرخ، لا، هاي الخنفسانة صايرة مثل بنية لونها وتالي تتحول إلى سوداء. من تصير سوداء تالي تبيض تقريبا 500 بيضة تبيض، وانت عليك الحساب، يعني كل خنفسانة تبيض تفرخ 500 قبي وعليك الحساب. يعني ما شاء الله أنا عندي هذا القليل وبعد مخزن يفيد للدود. فتربية القبي للبلابل، خاصة بالعراق احنا قبل نربي البلابل وهو صغير يموت بسرعة ويتعب، فالقبي ينطي طاقة وينطي بروتين كلش قوي. وأنا شفتهم حتى دول أوروبا حيل يهتمون بتربية القبي، حتى غذاء خاص، يعني هذا الغذاء يتغذى عليه، يعني شوف ايش كثر اهميته يهتمون فيه. بالمحلات اشوفهم حتى السمك، سمك الزينه، ينطون القبوي، يقطعونه قطع صغار ويمدهم بالبروتين ويسرع النمو للطيور للاسماك الزينه. فاللي يحب يربي القبوي هاي الطريقه. انا صار لي فتره، يعني اول ما اخذ القبوي اذا تقريبا عمره شهر تحطه بماعون، تخلي مواد كيميائيه مع الفريخات الزقار او الشوفان، بهالطريقة تخلي ويا قطعة بتيتا صغيرة أو جزر أو خس على مود الرطوبة، تنطي ما ينشف يموت، وهاي القطعة من صير خنفسان يظل ياكل فيه. هسا هذا مخليه، أنا من صار عمرهم شهر راح أحطهم بهذا الماعون، ورا 2 أسبوع يتحول قبوي، والقبوي واليرق العفو القبوي يتحول إلى يرقة ورا 2 أسبوع، واليرقة ورا 2 أسبوع تتحول إلى حشرة خنفسانة. والخنفسانة تاخذ لها 2 أسبوع اذا صار جو دافي راح تبيض، ورا شهر شوفوا هذا هذا الماعون ينترس تراس، او 2 شهر كل ما كان دافي ينمو بسرعة وينترس قباضي. فهذه الطريقة احسن من ما واحد يشتري ويتعب. اللي يحب يربيهم خاصة اصحاب البلاول اللي عنده بلبل، يعني واللي يفرخون البلاول تنطون الام وهم يعسونهم، هذا كلش صحي للفراخ وحتى الكبار، يخليهم نشيطين وسمين وتغريدة يكون مضبوط. أتمنى إن شاء الله أفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.